الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يصمتنان باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم طريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإني محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك البر ورب الرؤوف الرحيم. خپل محبوب په خاطر خدای مرکنډۍ ماته کې خدای تبو بربادي ستا د حضور ګستاخ دې تبو بربادي کې خدای د خپل محبوب په خاطر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وسلم، وبارك على محمد بعدد من قاد وقام. عباد الله رحمكم الله، ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.